السلام عليكم جميعا. اليوم راح اخذكم معي بالسياره، راح نسولف ليش الشخص لما يسوي دايت اول اسبوع يضعف بعدين يوقف وزنه، وليش الدهون مو راضي تنزل، وليش وزنك مو راضي ينزل. حياك الله، اركب معي بالسياره وسكر الباب. الحين انت ومعي بالسياره، ايش تبي تسمعون ميامي؟ في نقطه لازم نفهمها، اذا ما فهمنا هذه النقطه والله العظيم ما عمرك راح تضعف، راح تتم انت والبطيخه مالتك اللي طالعه من بطنك. اتفقنا؟ الانسولين طول ما هو صاعد قاعد يفتح الخلايا، يدخل دهن يدخل دهن يدخل دهن. طول ما الانسولين نازل مستحيل خلايا تفتح تدخل دهن. يعني لو نشرب كيلو دهن بروحه كيلو دهن بروحه مستحيل الانسولين يصعد، عشان كذي الخلايا ما راح تعبي دهن. والانسولين يصعد بشغلتين، بالسكر وبالكربوهيدرات، ويصعد ايضا باستثناء البروتين اذا كان عالي زياده على اللزوم تفتح الخلايا الدهنيه. غير كذي الانسولين اذا كان نازل الخلايا الدهنيه ما تفتح. اتفقنا؟ خلكم لا تروحون. زين بضاري انت وايد قاعد تقرق، طولت في الفيديو، نبي نضعف شلون؟ حلقه شم هذا. انزين بضاري احنا قطعنا سكر، قطعنا شو اسمه نشويات كربوهيدرات، ليه الشحم موجود؟ حلو، في نقطة لازم تعرفها، شلون الدهون تتخلص من جسمك. 75% من الدهون، شوف 75% من الدهون تروح عن طريق ثاني اكسيد الكربون، 75%، و25% يطلع عن طريق العرق، عن طريق تكرمون البول. يعني ما تسوي رياضة، ما تتنفس عدل، الدهون راح تكون موجودة، عشان كذي ما تحس ينزل وزنك، خاصة حق الناس اللي يسوون دايت وقاعدين مصفطين بس جلد طايح كأنه كمبل، كذي ما راح ينزل نقطة دهن منك. اتفقنا؟ والدكتور الفاضل محمد نبيل الصفي قال شغلة وايد روعة ولكن ما حد انتبه لها عدل. قال لكم الحزام اللي تحطونه بالنوادي على البطن ما منه أي فايدة، لأن قلنا 75% من الدهون يطلع عن طريق ثاني أكسيد الكربون، و25% يطلع عن طريق العرق والبول. أنت شنو حاط هنا؟ حاط حزام كاراتيه ولا مال مصارعة الحرة؟ ما منه أي فايدة. اتفقنا؟ يعني لا تحطه أحسن، بالعكس انت اذا حطيته قاعد تمسك الجلد انه يصير فيه ستريتش ماسكه، يعني هم ماكو دهن وهم قاعد تأذي جلدك. خلكم معي وخل اعلمكم سر من الاسرار، خشها واكتبها احسن. اذا رحت النادي او سويت رياضه، اذا كان مجهودك حيل قوي وفيه ارهاق حيل قوي، قاعد تحرق السكر مو قاعد تحرق الدهون، لأن قلنا الدهون تحترق أكثر 75% ثاني أكسيد الكربون، لما تتنفس بشكل عميق أكثر تحترق الدهون. إذا تتعب ما راح تحرق دهون لأن جسمك يبي أكسجين، قاعد تحرق السكر بالدم. يعني حق الناس اللي تبي تحرق الدهون لا يسوي مجهود قوي، ياخذ تنفس ويلعب، أبي التنفس على المزاج كثر ما تقدر دخل أكسجين لأنه راح يحرق الدهون. إذا تلهف بسرعة ترى ما قاعد تحرق دهون، هذا اللي تشوفونه معرق نقطة دهن ترى ما في، والله حرام يعني، راح تشوفون كل شهر جسمه نفسه ما يتغير. خلكم معي. أي شخص يبي يخسر دهون بسرعة ويفكر يبي يدش كروسفيت ما أنصحه، فهمنا الموضوع ليش، ما راح تحرق دهون. إذا شخص يبي لياقة بدنية أوكي دش. اتفقنا؟ شنو تسوي بالنادي؟ تبي تحرق دهون تلعب على الراحة، وانت قاعد تلعب قول كذي بضاري الله يعطيك العافية بضاري الله يخليك بضاري لنا، تبي تحرق سكر أكثر كليت وجبة فيها سكر، لا أبيك تلهف أبيك تحرق. اتفقنا؟ لا تروح من بعيد، خلكم معي وبعلمكم سر ثاني، بس لا تقولون حق أحد، بعلمكم سر من أسرار اللي يلعبون حديد الكمال اجسام البادي بيلدينج الفيزيك، في طريقه يسوونها بسرعه ينشفون بسرعه يحرقون الدهن.
خل أقول لكم السر. تنام مبكر طبعًا قاطع سكر. تنام مبكر، لما تنام أهم شيء مبكر هرمون الجروث يطق للسقف، وإذا ارتفع هرمون الجروث وقل الأنسولين يصير حلق الدهون بشكل يا أخي ما تتخيله. أول ما يقعدون الصبح قبل الأكل يتمشون نص ساعة أو 20 دقيقة، راح يحرقون دهن بشكل مو طبيعي. اتفقنا؟ هذا سر خشوا لكم. قمت نمت مبكر، قعدت من النوم مبكر، امش قبل الأكل 30 دقيقة أو 20 دقيقة، أنت سويت شيء والله العظيم ما حد يسويه. وفي بعد سر، كل اليوم أسرار بس ناقصين رقم سري. إذا خلصت من أي مجهود برياضة أو خلصت من نادي، تكفى أبوس إيدك، لا تأكل سكر طول الوقت، الإنسولين نازل، حرام تصعد راح تنام بعد كم ساعة. وقلنا من الفيديو أول شيء الإنسولين إذا صعد تفتح الخلايا الدهنية، فاهمين هالموضوع، حرام عليك. إذا خلصت نادي تكفى، لا تأكل سكر، تبي باكر كيفك، مع أني ما أنصح بس كيفك، لا تخرب هذه اللحظة. تخلص من نادي ليش؟ لأن الإنسولين نازل حده، جروث هرمون صاعد، هو الطاقي، هو اللي مستفحل بالجسم، هو اللي قاعد يحرق دهون بشكل مو طبيعي، حرام لا تخرب هذه اللحظة، انتبه عليها. وفي بعد سر، كل اليوم أسرار بس ناقصين رقم سري. إذا خلصت من أي مجهود برياضة أو خلصت من نادي، تكفى أبوس إيدك، لا تأكل سكر طول الوقت، الإنسولين نازل، حرام تصعد راح تنام بعد كم ساعة. وقلنا من الفيديو أول شيء الإنسولين إذا صعد تفتح الخلايا الدهنية، فاهمين هالموضوع، حرام عليك. إذا خلصت نادي تكفى، لا تأكل سكر، تبي باكر كيفك، مع أني ما أنصح بس كيفك، لا تخرب هذه اللحظة. تخلص من نادي ليش؟ لأن الإنسولين نازل حده، جروث هرمون صاعد، هو الطاقي، هو اللي مستفحل بالجسم، هو اللي قاعد يحرق دهون بشكل مو طبيعي، حرام لا تخرب هذه اللحظة، انتبه عليها. وبعد بقول لكم سر، اليوم أنا بخربها، يمكن لاعبين بعض لاعبين الحديد يمكن ما يتفقون معاي، ولكن أنا نفس أخوك بدردش معاك بالمنطق، أوكي؟ بالعقل. الشخص لما يروح النادي ويتمرن، الجهاز العصبي السمبثاوي داش بحالة حرب، يعني المخ يبي اكسجين، عروق طالعة، العضلات تبي اكسجين، القلب يبي اكسجين، البؤبؤ العين مفتوح، داش بحالة حرب. شو يصير هني؟ تقل افرازات المعدة، ليش؟ لأن الدم رايح مكان ثاني بحالة حرب. فلما أثناء التمرين تقعد تاكل شيء أو تشرب شيء حلو يصعد الإنسولين، أنت قاعد تخرب افرازات المعدة. وأكثر الناس اللي يحسون مشاكل بمعدتهم أو مشاكل بالهضم، لأنه هو قاعد يتمرن، يا يأكل يا يشرب شغلات تجيب له الطاقة أثناء التمرين. يعني أنت خربت معدتك، خربت إفرازات المعدة، راح يجيك حارج، راح يجيلك حارج، وحتى الأكل اللي يدش أو الشراب هذا المكمل اللي قاعد تشربه يدش بالمعدة، مو قاعد يتهضم لأن إفرازات المعدة قلت، لأن الجسم بحالة حرب، الأكسجين والدم كله رايح مكان ثاني. إذا الأكل فيه معادن ما راح تنهضم، إذا الأكل فيه حديد ما راح ينهض، ما راح المعدة ما راح تمتص الحديد، أساس شيء يصير بعدين تساقط شعر وتصلع والغدة الدرقية تصير خاملة وخذ مشاكل. ولاحظ شغلة بعد، اللي دائما أكثر الناس اللي يشربون شغلات أثناء التمرين طبعا مو ماي، بعد ما يخلص التمرين ما له خلق ياكل ولا شيء، ليش؟ حتى لما يشرب البروتين تكرم مدة زوعة أو يصير إسهال، وايد تصدف، ليش؟ لأن المعدة للحين مجهزة، للحين مجهزة المعدة، لأنك خربتها أنت أثناء التمرين. واضحة؟ خلكم في أسرار بعد. وبعد التمرين أوعى، ما أسمع بضاري شنو؟ أوعى، أوعى شنو؟ دير بالك تأكل بعد التمرين مباشر، إلا بعد ساعة ونص أو ساعتين. ليش؟ لأن جسمك داش بحالة حرب والسمبثاوي تعبان الجسم وحالته حالة، بعد ساعة ساعة ونص يتحول من سمبثاوي إلى باروسمبثاوي، يهدى الجسم يسترخي. هني فرازات المعدة تقول لك بضاري تفضل دخلك، إحنا جاهزين حق الامتصاص. يعني أثناء التمرين
بس شيء واحد اللي يهضم الجسم، الماي. ما اسمع شنو بضاري، ما اسمع اذني بس شوي خربانه. الماي لو سمحت فقط، وشرحت لكم وفصلت لكم كثر ما اقدر. وساعات اشوف باكواريوم ما تمشى وحده ماسكه ستاربكس شنو قعدت رياضه، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا ويهي اذا ضعفتي ايش قاعد تسوي؟ هي قاعد تتمشى الشيكن عند فري، تركب السياره يهدى جسمها، الانسولين عندها عالي، تفتح الخلايا الدهنيه تدخل دهن كل يوم. هذا جسمها كل يوم، والله العظيم كل ما تشوفه لمده سنه هذا جسمها ما تغير، ما قاعد تسوي ولا شيء. ايش قاعد تسوي؟ قاعد تحرق سكر فقط. يعني ها فلانه وين رايحه؟ رايح احرق سكر دهون. لا حشم ودهون، سكر سكر. وفي اشياء وصلتنا معلومه ان هي تضعف. يا اخي هي ما تضعف، ماكو حبوب بالدنيا تضعف. شاي اخضر ما يضعف، اي حبوب تشوفهم اي شيء ماكو شيء يضعف. لان قلنا شلون تخسر الوزن؟ عن طريق ثاني اكسيد الكربون 75%، عن طريق التنفس، وتكرم من البول 25%، ولما تعرق لازم تسوي رياضة. في حبوب شو تسوي؟ الحبوب هذه تسوي إضرار للبول، وفي حبوب اللي سوت عنهم الدكتورة خلود هذه تسكر الشهية بس. ولكن إذا ما تسوي تمرين والله العظيم ما راح تضعف، هذه تسك شهيتك تخليك تسكر حلجك. ساعات يكون هذا الشيء زين مع الناس اللي شهيتهم مفتوحة. اتفقنا؟ إذا سويت رجيم وضعفت أول فترة ترى إضرار للبول طلع من جسمك عشان شي ضعفت. أما كشحوم نو. ما اسمع بضاري خرابني نو. وني عند شنو المصيبة الأكبر اليوم؟ المفتوح. ما اسمع بضاري عفوا، هالمرة هذه خربانة. اليوم المفتوح، عطني 6 مشبوس دياي، عطني 17 كبابة. أزين أكل عليك بالعافية، بس بقول لك شغلة أنت ما تعرفها. أوكي. تدري إذا ارتفع الأنسولين، الحين أنت طول يوم دايت وفتحت باليوم المفتوح، تدري الأنسولين يصعد يقعد له 3 أيام صاعد ما ينزل؟ يعني إذا بلشت باليوم المفتوح لازم 3 أيام تقطع سكر ونشويات وكربوهيدرات، 3 أيام مترد عادي باكر. هذه المعلومة هدية مني لك. تخيل 3 أيام الأنسولين صاعد، إحنا الأنسولين خايفين منه إذا صعد عشان لا يفتح الخلايا يودي داخلها دهن. هذا اليوم المفتوح، اتفقنا؟ في هرمون اسمه اللبتين. لعن بضاري اللبتين. شنو يسوي هذا؟ عفوا وايد قاعد تقرق بضاري، شنو هذا يسوي؟ شفت لما تاكل اللبتين هذا هرمون ينفرز يروح حق المخ، يعطي اشاره حق المخ يقول له ترى انا شبعان والله يعطيك العافيه. حلو. الانسولين اذا ارتفع يقطع اشاره اللبتين، ما تخليها توصل المخ. المخ ليحين عباله ان انت يوعان، عشان كذي لما تشوف شخص مثلا كلا من مثلا من ماكدونالدز طق دبل وبيبسي عود وبطاط، بعد 5 دقائق او ساعة يوعان، والله يوعان، يطق له حلويات ليحين يوعان، يصحى من النوم يوعان يبي ياكل. ليش؟ لان هرمون اللبتين ما وصل. من اللي قطع الاشارة؟ الانسولين. يعني نوخر عن شيء قلات لي ترفع الانسولين. اتفقنا؟ ذكي انا. ها وصلنا للنهايه، وكنت نهاية والكل ينزل من السياره اللي ركبها اول فيديو، وان شاء الله قطينا موضوع الدايت. قبل لا اختم وسكر هذا الفيديو بعطيكم هديه والله من قلبي مني لكم. هذه الهديه راح يستفيدون منها لاعبين الحديد وايد اللي ما يعرفها. ابيكم تاخذون حبوب بذور العنب. حبوب بذور العنب شنو تسوي؟ تحفز القدة النخامية وترفع من مستوى الجروث. إذا كان مستوى الجروث جدا عالي والأنسولين نازل، انتبهوا، راح يصير حرق دهون بشكل مو طبيعي. اتفقنا؟ ولا حد يسألني وين تنباع بذور حبوب العنب، أنت دور عليها. اتفقنا؟ كان معاكم أخوكم الصغير بضاري، وخلكم مع بضاري، وآسف على الإطالة.